النهاردة جماعتكم عشان أحكي لكم حكاية ست مليحة قوي 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 قوي، اسمها فاطمة بنت مظلوم أو ذات الهمة. يعد هذا العمل أول عمل أدبي عربي وربما عالمي بيتخذ من المرأة بطلة وموضوعا له. أميرة ذات الهمة ظهرت في العصر الأموي، وهي بتحكي عن سيرة لبطلة سيدة يقال إنها فلسطينية، لكن لم يكن في التاريخ يعني، لكن أنشأها الشعب والجماعة الشعبية. سيرة الأميرة ذات الهمة بتحكي عن التاريخ العربي لغاية نهاية العصر العباسي الأول، تحديدا سنة 232 هجرية. بتحكي حكايات وبتكمل بطولات إلى 464 هجرية. حكاية الأميرة ذات الهمة تبدأ من عند جدها المجاهد الصحصاح، ذلك الفارس الذي وهب عمره للجهاد وكان حلمه الدائم فتح القسطنطينية. هذا الحلم الذي لم يحققه طوال حياته، فتزوج في آخر عمره ودعا الله أن يحقق حلمه أحد من نسله. والأمير الصحصاح ابن جندبة بن الحارس الكلابي ده من أشجع أمراء العرب، وولاه عبد الملك بن مروان ملك العرب، كان ملك العرب كلهم في شبه الجزيرة العربية، كان بيجاهد في سبيل الله ضد بلاد إيه؟ ضد بلاد الروم. ربنا أكرمه وعطاه ولدين، سمى واد فيهم ظالم والواد الثاني إيه؟ الواد الثاني مصدوم. لما مات الأمير الصحصاح، ظالم كان اسم على مسمى، يعني هو ظالم واسمه ظالم وهو ظالم، فطمع في ملك العرب إيه؟ لنفسه. وجوا إيه العقلاء والكبار القوم وحكموا عليهم، قالوا لهم يا جماعة بص أقول لكم على حاجة، أنت دلوقتي يا ظالم مرتك حامل، وأنت يا مظلوم مرتك حامل، اللي تجيب مرته فيهم ود يبقى هو اللي إيه اللي ياخد ملك العرب. مرت ظالم راحت إيه وضعت إيه ود وسماه إيه الحارس، مرت مظلوم ربنا كرمها إيه البت، البت ده هي سموها فاطمة، وراحوا عطوها للعبدة بتاعتها وقالها خديها أنت إيه ربيها وإيه وضريها عن كل ايه عن كل بني كلاب، وما تقوليش لحد ايه عن ان ايه مظلوم خلف ايه خلف بيت. ولدت في مجتمع ذكوري، هذا المجتمع الذكوري ينتصر للرجل على المرأة. ابوها خسرة لانها جاءت بنت، فاعطاها لمربية، ثم تربت غريبا، تعترف القبيلة الغريبة التي جاءت فسطت على قبيلة بني كلاب، فأخذت منها هذه المربية اللي اسمها سعدة، وأخذت البنت، البنت دي بتتربى في القبيلة المغيرة اللي هي قبيلة بني طي، فحتى أهل بني طي يسموها داهية بني طي. ذات الهمة امرأة وظلت تحاول أن تحارب، وتعلمت الفروسية والعبادة والأخلاق وما إلى ذلك. سيرة الأميرة ذات الهمة 7 مجلدات تتجاوز 5000 صفحة، وبالتالي هي يعني من حيث المساحة الورقية مساحة كبيرة جدا، تقريبا لا توجد سيرة شعبية عربية بهذا الكم. العقل الشعبي على مدار المئات السنين استطاع مثلا أن يجمع مجموعة من البطولات الفردية في بطولة واحدة وفي سيرة واحدة، هي سيرة مثلا الأميرة ذات الهمة. يمكن أكتر سيرتين فيها يعني بتتحقق فيها هذه السمة، سيرة الأميرة ذات الهمة والسيرة الهلالية، فيها هذا التداخل من الحكايات اللي نقدر نقول ان كل ديوان فيها هو عبارة عن سيرة شعبية مصغرة. فالصراع الأساسي مثلا المتعلق بسيرة الأميرة ذات الهمة هو حرب الصغور بين الدولة الإسلامية والدولة البيزنطية. على أقل تقدير احنا قدام سيرتين، سيرة الأميرة ذات الهمة نفسها وسيرة ابنها اللي هو الأمير عبد الوهاب. كبرت الأميرة فاطمة بنت مظلوم وأصبحت فارسة كبيرة قوي، بقت أشجع حتى من إيه؟ من الرجالة. المهم والد عمها ظالم اللي اسمه الحارس ده كان ليه رغبة فيها وعايز يتجوزها بأي طريقة. كل ما أبوها مظلوم يقولها يا بنتي ده والد عمك عايز يتجوزك، تقول يا بابا أنا ماليش في الرجالة ولا عايز أتجوز، أنا اتخلقت عشان أجاهد في سبيل الله وحارب بس. فلما زنقوا عليها في الكلام قوي قالت لهم طب أقول لكم على حاجة، لو هو عايز يتجوزني ينزل لي في الميدان، لو غلبني أنا موافقة على الجواز منه. وقعدوا إيه يتنازلوا هما الاثنين إيه بالسيف. المهم راحت إيه
فاطمة تغلبت على الحارس ورحت موقعاه وحطت السيف على رقبته كده. وصل أمرهم ومشكلتهم للإيه؟ لخليفة المسلمين. قالها إيه فاطمة؟ إيه أنت مش عايزة ليه تتجوزي؟ قالت له يا أمير المؤمنين أنا ماليش غير في الجهاد، ماليش غير في السيف والجهاد. عندما أراد أن يدخل بها وأن يتزوجها فكانت رافضة له، وعندما تدخل الخليفة العباسي لكي يقنعها تزوجته إرضاء للخليفة العباسي، ولكنها لم أبت أن يدخل عليها. فمن خلال خدعة تمكن من الدخول عليها. مرت بقى الأيام والشهور بعد الحادثة ده، هي بعد ما الحارس نال من مرته فاطمة. المهم أتاري فاطمة حمل، كانت عايزة تضاري حملها بأي طريقة، لأن هي ملهاش، قلت لكم ملهاش في الجواز ولا في الأمومة، هي واحدة عايزة تمسك سيفها وتحارب وخلاص على كده. لكن ما فيش نصيب، والمهم كمل حملها وراح ربنا كرمها وولدت. هنا مرأة جادة، هي مرأة محاربة لا خيار لها إلا أن تكون محافظة على عفتها، أن تكون حريصة جدا على أمومتها، أن تكون حريصة جدا جدا على الوفاء لزوجها. الأميرة ذات الهمة كثيرا ما غدر بها، كثيرا ما وقع الظلم عليها، ولكنها كانت متسامحة، ويزداد هذا التسامح كلما كان الثمن هو الدفاع عن قضية عربية. ولدت واد اسود غطيس، فاطمة بيضة وحلوة، والحارس جوزها اللي هو نال منها ده هو ابيض وحلو. طب العيل الاسود ده جه منين؟ راحت اخفت امر الواد عن الحارس، وراحت ادته للعبده بتاعتها، والعبده بتاعتها ربته بعيد عن عن ديارهم، واخفت امره، اشرفت بنفسها على تربيته على الفروسية وإخراجه بطلا للدفاع عن الأرض، لأنه لا وقت ولا فرصة لتضيع على الأمة بطلا في مواجهة أنك تتعرض لبعض الشائعات أو أنك تتهم من قبل البعض بأنك لست عفيفا. الفترة اللي ظهرت فيها كل هذه السير كانت فترة صراع عربي فارسي، عربي تركي، عربي رومي، صراع مع اللون الأبيض. فاللون الأبيض طول الوقت بيستهجن السود، فالسود دول يا إما بدو يا إما أجلاف يا إما عبيد. فجاء هؤلاء الأبطال الثلاثة، وكان من بينهم الأمير عبد الوهاب، لكي يرد على هذا الرأي ويقول بإني أصحاب هذا اللون الأسود هم العرب، وبالتالي أي انتصار لأصحاب اللون الأسود إنما هو انتصار للعرب، هو انتصار للعرق العربي. كبر الأمير عبد الوهاب وبقى يمسك السيف ويحارب مع مع أمه الأميرة فاطمة بنت مظلوم أو ذات الهمة. وكان في الوقت ده هو حروب كثيرة بين الإسلام وبين بلاد الروم، كل شوية يغيروا على على بلاد الإسلام وطمعانين فيها. الخلفاء في الوقت ده هو استعانوا بفاطمة بنت مظلوم لأنها كانت أفرس العرب، يعني كانت أشجع من الرجالة، كانت تخوض أي حرب، وكان بصحبتها ولدها الأمير عبد الوهاب، وتتجاوز بطولتها القبيلة. يعني يختارها الخليفة العباسي لكي تدافع عن اللواء الإسلامي واللواء العربي ضد الروم، وتنجح في ذلك. المرأة بطلة تنجب بطلا، بثت فيه الروح البطولية، هو يكمل المسيرة مرة أخرى. الراوي الشعبي أراد من خلال الأميرة ذات الهمة أن تتحقق هذه القيم مع الأجيال في المستقبل. طبعا في بلاط السلطان الخليفة في ضغائن، يعني القاضي عقبة والفضل بن الربيع هيقولوا لا دي اسمها أصبح يناسب اسمك ويساويه، أمر لها بالرجوع. ولم يترك أهل السياسة الأميرة المجاهدة تتفرغ للجهاد، بل ظل البعض يحيكون المؤامرات حتى أوغلوا صدر الخليفة هارون الرشيد عليها، فأمر بسجنها هي وابنها الأمير عبد الوهاب، ويوضعها في السجن هي وابنها. بعد ذلك بالعمر البطال لتأكيد بقى البطل المساعد هيتخفى ويذهب إلى آل برمك البرمكيين ويتوسل إليهم حتى يفتحوا له السجون، فيجي هو ظريف ومحتال، يسموه محتال، فيفك من إيدهم الكلبشات والحديد ويأخذهم. فتذهب مش إلى بيتها تختفي، لكن المرأة تؤكد بطولتها، تذهب رغم السلطان استدعاها أو الخليفة استدعاها، إلا أنها تؤكد تذهب إلى البيزنطيين وتحاربهم. وتشهر بها الأمير بطال ده بالحيل،
هم عايزين يدخلوا بلاد الروم. بلاد الروم دي هي اللي مدينة القسطنطينية متحصنة وأسوارها عالية واستحالة حد إيه يدخلها. البطال يعمل إيه بقى؟ مرة يصبغ نفسه عبد، ومرة يلبس لبس لمؤاخذة إيه وحدة ست، ومرة إيه يلبس لبس راهب من الرهبان ويدخل أبواب القسطنطينية من غير ما حد يعترض طريقه. وهو كان من أهم أسباب فتح القسطنطينية. ولولا البطال كان أحداث حاجات كتيرة جدا للأمير عبد الوهاب ما كانش ممكن تتحقق. إذن دور الشخصية المساعدة هنا لا يختلف كثيرا عن دور الشخصية المساعدة في كل السير الشعبية الأخرى. هارون الرشيد ذات نفسه كان استعان بيهم، وكان عبد الوهاب في الوقت ده هو قائد لهذه الجيوش، يعني برضو تحت أم ذات الهمة. يعني برغم أن عبد الوهاب كان أمير كبير، لكن برضو ذات الهمة فاطمة دي فضلت هي القائد، وعلى إيدها تم فتح القسطنطينية، وأصبحت ذات الهمة أول أميرة على إيه؟ على مدينة إيه؟ على مدينة القسطنطينية. كأنه يقول أنه إذا لم نكن لدينا رجال يعني يستطيعون أن يفعلوا ذلك، حتى النساء تستطيع أن تفعل ذلك. كان يريد أن يعطي للمرأة العربية جزءا كبيرا جدا مما تستحقه، فراح يغدق عليها كثير جدا من الأمور التي أمل وتمنى وكان يأمل أن تتحقق على أيدي الأميرة ذات الهمة. ففي رحلتهم لفتح باقي بلاد الروم تعبت قوي ذات الهمة، لأنها اتصابت في أحد الحروب، والأمير عبد الوهاب أراد إن هو يقعد معاها ويطببها ويعالجها يعني لحد ما تخف، لكن هي قالت له لا، اوعى تتوقف عن الجهاد. يعني شوفوا برغم إن هي ست لكن كانت قوية جدا، وكانت مصرة على إنها تبلغ مرادها وتبلغ غايتها وتجاهد في سبيل الله. قالت له لا، كمل طريقك يا ولدي، وأنا اللي يريد لي به ربنا يريد. المهم برضو كمل الأمير عبد الوهاب طريقه في فتح بلاد الروم، وتم له النصر على جميع بلدان الروم ودخلتها الإسلام وبنوا فيها المساجد. لكن في التوقيت ده هو وهو بيفتح بلاد الروم لاقت الأميرة فاطمة بنت مظلوم ربها، وتركت من وراها سيرة كبيرة قوي وسمعة كبيرة قوي لحد دلوقتي احنا بنذكروها رحمة الله عليه.